بسم الله الرحمن الرحيم. الذي نستعين من حضراتكم في مسار تطبيقات التحكم في كيف اللي هو المسار العملي. طبعا بالنسبه لطرق التحكم في السعه، في السعه العاليه للوحدات، يمكن التحكم في سعات المبردات المياه ذات السعات العاليه باستخدام احدى الطرق التاليه. اول حاجه ان انا ممكن استخدم الضوابط، تكون الضوابط هذه مجهزه بنظام التحميل ولا تحميل لبعض الاسطوانات الضوابط التردديه، بحيث انه يعمل النظام اللا تحميل على تعليق بلف السحب بتاع الاسطوانه اللي هو داخل الضاغط، او فتح ممر جانبي براس الاسطوانه بين الطرد والسحب. يعمل هذا النظام كما يلي: حاله اللا تحميل وحاله التحميل. اذا في البدايه قبل ما انتقل للحالتين، ان انا فعليا باخذ الضغط، هذا الضغط بيكون مجهز بنظام تحميل ولا تحميل، يعني الضغط هذا نفسه في نظام تحميل ونظام لا تحميل لبعض الاسطوانات التردديه اللي داخل الضغط، بحيث انه نظام اللا تحميل بيعلق ملف السحب، يعني بيوقف بيخلي السحب ما يدخلش، او بيفتح ممر جانبي انه يطرد بين السحب والطرد. اذا هكذا احنا فعليا في عندنا ضابط مجهز في نظام، هذا النظام داخلي بيعمل تحميل او ما او لا تحميل. هي فكره الضغط هذا. كيف بيصير النظام هذا جوه الضغط؟ بعيد عن كيف بيصير، هو فعليا كل اللي بيعمله انه بيعلق الملف، يعني الصمام اللي بيسحب وسيط التبريد بيعلقه. فهي هذه الفكره. هذا النظام بيعمل بطريقتين، حالة لا تحميل وحالة التحميل. حالة لا تحميل اللي بيصير فيها إنه بيعمل إشارة التحكم من الحمل المنخفض، إشارة التحكم من الحمل المنخفض إلى ملف السولنويد على سحب المكبس الإمراري الجانبي عشان يفتح مخرج الغاز من بلف الطرد حتى يعود إلى مجمع السحب لخفض معدل التبريد بهذه الأسطوانة. يعني بس عشان يعمل إيش؟ يخفض معدل التبريد في هذه الأسطوانة. طيب إذا كل اللي بيعمله هي إشارة التحكم، بياخذها من الحمل المنخفض، هذه الإشارة اللي أخذها من الحمل المنخفض لأنه لا تحمل، حمل منخفض، بيديها لملف السولونويد فبيعمل على سحب مكبس الإمرار الجانبي عشان يفتح مخرج الغاز عشان يعود عمليته من تاني. حالة التحميل هي عبارة عن إشارة التحكم من الحمل، تمام؟ عندما يرتفع إلى ملف، لما بيرتفع الحمل يعني صار في تحميل، بيرتفع الحمل، هنا بيرتفع الحمل صار في تحميل، هنا الحمل المنخفض يعني لا تحميل. اذا احنا في حاله الحمل المرتفع الى ملف السولنويد، اعلان المكبس الامرار الجانبي عشان يغلق مخرج الغاز من ملف الطرد ليدخل الى مجمع الطرد زياده معدل التبريد بهذه الاسطوانه. هذه اللي هي الحاله الاولى، ان انا استخدم ضوابط مجهزه بالحالتين اللي هو حاله التحميل ولا تحميل. النظام الثاني او الطريقه الثانيه ان انا استخدم نظام تجنيبي للغاز الساخن، يعني الغاز الساخن بتجنبه، هاي بتعمل نوع مساعده على تحويل جزء من الغاز الساخن الى خط الطرد، من خط الطرد الى خط السحب مباشره، يعني بياخذه من الطرد على السحب مباشره، يعني من الاخر بياخذ الغاز السخون وبيروح بيوديه لخط السحب. هذه فكرته بس. يعني النظام الثالث بيستخدم فكره انه عنده يكون عندي عده ضوابط في النظام الواحد، يعني في الوحده الواحده، بيعملوا تبعا لتغير الحمل، اذا الحمل زاد عن نقطه معينه بيروح بيستخدم كومبرسر ثاني وهكذا او ضغط ثاني. رقم اربعه او الطريقه الرابعه انه فعليا بيستخدم عده وحدات تعمل بالتتابع، يعني وحده كامله بتعمل تتابع، الوحدات اشتغلت اوكي خلص خلصنا الدور الثاني، يعني بتكون قدرتها بيجي للثالثه وهكذا، وهيك بيشتغل النظام. خمسة، استخدام طريقة خنق خط السحب عشان الضوابط الطرد المركزية، أو يستخدم بلف منزلق بالضوابط اللولبية. هذه كلها عبارة عن طرق بتسهل عليه إنه عملية التحكم في إنه لما يكون في عندي حمل زيادة في موضوع مبردات المياه، يعني إذا زاد الحمل في عندي بعض الحالات اللي هي ممكن تحكم فيها لما يزيد الحمل في الساعات التبريدية العالية لمبردات المياه. طيب ننتقل الآن للعنوان الثاني أو العنوان التالي اللي هو عنوان التحكم في أنظمة التكييف المركزي. عشان احنا نيجي نتحكم في أنظمة التكييف المركزي، في عندنا بعض الأهداف إن شاء الله هناخدها، إنه احنا كيف بدنا نعمل، بتكون من أهدافنا إنه نقرأ ونتبع التحكم لعناصر التكييف الأولية، ونصمم بعض أنظمة التحكم البسيطة، ونتبع تشغيل نظام التحكم لنظام التكييف المتكامل. طيب التحكم في أنظمة التكييف المركزي اللي هو
هو سنترال اير كونديشنينج كنترول، هو عباره عن تحكم في انظمه هذا النظام. التحكم في التكييف المركزي بيكون يعني نوعا ما في كثير من الشروط وكثير من المعددات. طيب التحكم في انظمه التكييف المركزي تعمل على تحقيق متطلبات تكييف الهواء. زي ايش مثلا؟ انه انا فعليا بكون في التكييف المركزي محتاج كثير من الامور، انه التكييف هذا يأدي لي اياها، التكييف المركزي يأدي لي اياها في المبنى او في المستشفى او في المدرسه او في المول او في وين هو موجود يعني. فانا بدي اياه يعمل كثير من الشروط، اولها انه يضبط لي درجه الحراره، اني ارفعها او انزلها، فاتحكم فيه انه يرفعها وينزلها، انه يضبط لي الرطوبه، اني ارفعها او انزلها، انه ينقي لي ويجدد لي ويوزع لي ويطهر لي الهواء لما انا احتاج انه يعمل الكلام هذا. اذا هذه الامور بتكون مطلوبه من نظام التحكم في التكييف المركزي انه يعملها. فعناصر وحدة التكييف الهواء مطلوب التحكم فيها يمكن أن تشمل كل أو بعض ما يلي. إنه هنا فعلياً بيتحكم في إيه؟ بيتحكم في مسالك الهواء وبوابات تجديد الهواء وبيض برضو توزيع الهواء. بيتحكم لي في مرشحات لتنقية الهواء. بيتحكم في مرطب لزيادة الرطوبة. بيتحكم في ملف تبريد بماء بارد يدفع مضخ من مبرد مياه. وملف تسخين ايضا بماء ساخن من غلايه او مانع تسخين عشان يسخن هذا عن طريق هيتر، يسخن لي اياه او يطفي لي اياه. اذا هو بيتحكم في كثير من الامور، وايضا بيتحكم في مروحه سحب ودفع الهواء. بيتحكم في مروحه لسحب ودفع الهواء. طيب في ان تخطيط لهذه العناصر كلها، انه احنا فعليا بيدخل الهواء العائد من بالمعدل اللي هو الـ RM، بالمعدل الذي يسمح به خانق الهواء. هذه الفكرة إنه إحنا فعلياً لما جيت أنا قلت هنا إنه فعلياً في عندي بعض الأمور اللي لازم أنا هذا النظام في التكييف المركزي أتحكم فيها، زي مسالك الهواء، بوابات الهواء، تجديد الهواء، توزيع الهواء، مرشحات الهواء، مرطبات، أسخن، أبرد الماء عشان أنا أتحكم في درجة الحرارة اللي بدي إياها، بدي أسحب الهواء، بدي أسحب الهواء. هذه كلها من الشروط ومن المعطيات اللي أنا لازماني في عملية التحكم في التبريد والتكييف في التكييف المركزي نفسه اللي حكينا، إن كان موجود في مول أو موجود في مؤسسة أو موجود في مستشفى أو موجود وين ما هو موجود. إذا أنا هذه كلها من الأمور اللي بتكون لازماني. فهنا بطرح لك مثال إنه إحنا فعليا في عندي كثير من الأشياء ومسميها مسميات إن أنا بتحكم فيها، وإحنا حكينا شوية الأشياء اللي أنا بتحكم فيها. الفكرة في الموضوع إنه التحكم هذا بيعمل على تشغيل أو إيقاف للعناصر اللي ذكرناها، إن كان مثلاً السخان بدي أسخن المية فبيعمل على تشغيل التسخين، عملية التسخين فبيشغل السخان، أو بدي أعمل تبريد فبيشغل مثلاً عملية التبريد. إذا هو فعلياً بيعمل على التحكم على تشغيل أو إيقاف بعض العناصر حسب متطلباتك أنت اللي أنت بتعملها السيتنج بوينت. يعني أنت فعلياً بدك تتحكم، بدك تطفي، بدك تزود، بدك تقلل، هذه أشياء أنت بتتحكم فيها بناء على رغبة الإنسان اللي موجود في المكان. تبعاً لتغير الحمل الحراري الداخلي أو الخارجي وتوفيراً للطاقة والمحافظة على الأمان والسلام. ممكن يكون سبب التحكم إن أنا بدي أوفر طاقة، ممكن يكون سبب التحكم إن أنا فعلياً الحمل الحراري زاد عندي فبدي أزيد التكييف أو بدي أقلل التكييف. ممكن يكون الحمل الحراري عندي أنا بدي أحافظ على أمان وسلامة بعض العناصر الموجودة عندي. يعني في كثير من الأشياء بتخليني أنا أتحكم في الموضوع هذا، عشان أنا بدي أتحكم فيه عشان هو في عندي شروط ومعطيات. يعني في عندي حمل حراري زاد، مثلا أنا في ثلاجة لحفظ منتجات، هذه الثلاجة والله أنا عندي فيها مشطاح، أوكي ضبطه على سيتنج بوينت معينة، فأنا دخلت 10 مشاطيح جنب المشطاح، صار 11 مشطاح. أنا فعليا شو مطلوب مني أعمل؟ شو مطلوب مني أعمل؟ مطلوب مني أن أغير التحكم اللي موجود عندي. عشان تغيير التحكم شو بيعمل معايا؟ بيعمل معايا أن أنا أكون زدت قدرة الجهاز على أنه أو السيستم على أنه يستوعب الكمية اللي بتدخلها أحفظها في نفس ذات التلاجة. فهذه فكرة أوهان. في عندي تخطيط لمكونات تكييف هواء مركزي، إنه فعلياً في عندي مروحة، بعدين في عندي سخان، بعدين في عندي ملف تبريد، بعدين في عندي هيوميديتر أو مرطب، بعدين في عندي فلتر أو مرشح، بعدين في عندي صندوق خلط بصير الخلط هنا من الهواء الخارجي والهواء اللي جاي من برا اللي هو الريتيرن اير، وبعد هيك بصير عندي هنا خزان تمدد اللي هو اكستنشن تانك، هان في عندي مبرد مياه لو تشيلر، وهان بس في عندي بامب وهكذا. فهان لوحة التحكم. احنا الان نحكي على موضوع لوحة التحكم، كيف بدي اتحكم في الامور هذه كلها. احنا الان نحكي من ناحية لوحة التحكم، من ناحية بدون تفاصيل تعقيدية داخل لوحة التحكم، لانه احنا نحكي بشكلها العام.
شكلها العام، شو بيصير داخل لوحة التحكم بالضبط من ناحية لوجيك، من ناحية منطق، مش من ناحية أمور فنية أو من ناحية عملية تركيب. طيب هذا بالنسبة لطبيعة التحكم في عمليات تكييف الهواء المركزي. بهيك بنكون احنا وصلنا لنهاية المحاضرة، بنشوفكم إن شاء الله المحاضرة الجاية في عنوان جديد إن شاء الله تعالى عن التحكم من ناحية الضغط الاستاتيكي أو بنسميه الاستاتيك بريشر كنترول، والعنوان الهام اللي هو كيف نتحكم في خلط الهواء، هذا عنوان ملغي لأنه هو عبارة عن مثال بيطرحه على موضوع كيف بتصير عملية التحكم في جزء من أجزاء التكييف المركزي اللي هو الصندوق، يعني أخذ صندوق الخلط وطرح عليه مثال إنه كيف بيصير. هذا جزئية مش مطلوبة معنا إن شاء الله تعالى. حننتقل المحاضرة الجاية لتحكم ضغط استاتيكي أو استاتيك بريشر كنترول، هنحكي فيه إن شاء الله تعالى. يعطيكم العافية.